مساء الخير مشاهدي برنامج شباب بلدنا. النهارده معانا فقره مهمه جدا. الاول اسمحوا لي ارحب بزميلتي روان. اهلا بيكي روان. اهلا. فقرتنا النهارده عن تاثير السمنه والنحافه على الصحه الانجابيه. معانا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو دكتور احمد اسماعيل استشاري النساء والتوليد وعلاج تاخر الانجاب. اهلا بيكي دكتور. اهلا بيكي سهيل. اهلا بيكي روان. دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه علاقه ان الست مثلا يبقى وزنها زايد شويه، ده بيأثر معاها عن الحمل؟ مع ان في ستات كتير جدا بيبقى وزنها زايد شويه وبتحمل في وقتها الطبيعي عادي جدا. والله انسب حاجه للسيده في العموم هو الوزن المثالي بتاعها، يتراوح بقى يزيد شويه يقل شويه بحاجه بسيطه. لكن السيدات اللي عندهم نحافه شديده او السيدات اللي عندهم سمنه مفرطه، دول بيبقى عندهم في الغالب مصاحب ليها مشاكل ثانيه. مشاكل خاصه بالصحه العامه لها، يعني كدهون، كحمل على الدوره الدمويه بتاعتها، كمشاكل كعرضه يجي لها ضغط، كعرضه يجي لها مثلا لا قدر الله امراض في التمثيل الغذائي زي السكر وحاجات زي كده. طب بالنسبه للنساء لا، مهم جدا الست يبقى وزنها مظبوط عشان تقدر تحمل بسرعه. الوزن المظبوط بيخلي الموبايل بتاعتها تشتغل بشكل سليم والدوره تنتظم وامورها تبقى ماشيه كويس. طيب كنت عايزه اسال حضرتك، هل السمنه مرتبطه ارتباط مباشر بتكاثرات الموبايل؟ هو الستات التخان شويه او المليانين دول بيبقى عرضه اكتر ان يجي لهم حاجه اسمها تكيسات الموبايل، وتكيسات الموبايل اللي هي كسل في التبويض، يعني الموبايل مش قادره تقوم بعملها بشكل سليم، مش قادره تقوم عملها من ناحيه انها تنزل الدوره شهريا، ممكن تخلي الدوره تغيب شهر ونص، شهرين، ثلاثه وهكذا. والنقطه الثانيه الستات المتزوجه ما بيحصلهمش حمل بسرعه بسبب السمنه وبسبب تكيسات الموبايل. وده مش معنى الكلام ده، يعني خلي بالنا بقى ان مش كل ستات التخان عندهم تكيسات الموبايل، لا، هم ستات التخان اكتر عرضه لتكيسات الموبايل من الرفيع. طب يا دكتور ايه علاج تكيسات الموبايل؟ تكيسات الموبايل الاول احنا بنشخصها تشخيص سليم ودقيق مبني على التحاليل ومبني على التاريخ المرضي بتاع السيده والكشف الطبي اللي بتجي لنا له العياده. شخصنا تكيسات الموبايل نقدر نحدد الدرجه بتاعتها، مش كل التكيسات شبه بعضها. يعني في درجات اصلا متفاوته. في درجات يعني هي الست المفروض كل 12 شهر في السنه بيجي لها دوره والتبويض بيشتغل وهكذا. في ستات بتخش في حاله التكيسات 3 4 شهور، 5 شهور، سنه كامله، دول اصعب ناس. ده على حسب بقى الوزن برضو. على حسب الوزن نقطه، بس النقطه الاهم على حسب الهرمونات والخلل الهرموني اللي حاصل من التكيسات ومن السمنه المفرطه اللي حاصله دي. علاج تكيسات الموبايل هنتكلم فيه دلوقتي، ان احنا عندنا علاج ينقسم لثلاث اجزاء. في عندنا مرحله بسيطه جدا من تكيسات الموبايل، ودي علاجها بسيط بيعتمد على انقاص الوزن والرياضه والجيم والاكل اللي هو الصحي السليم. ده بعيد عن التدخل الجراحي خالص. بعيد. في حالات بقى اصعب شويه، الحالات الاصعب شويه لو انسات هم بتبقى مشاكلهم الدوره متلخبطه، عندهم هرمونات زياده في الجسم زي هرمونات الذكوره، شعر زايد، مناطق دهون غير مرغوبه في مناطق الدراعات، في يعني مناطق فعلا الجوانب. دكتور لما ست بيطلع لها شعر في وشها احيانا يقول لك ده بسبب تكيسات الموبايل. بنسبه كبيره بيكون سبب تكيسات الموبايل، وفي امراض ثانيه بس هو بالغالب بيكون تكيسات الموبايل. طيب. بيكون في خلل هرموني فيها. الستات بيبقى عندهم نسبه هرمون ذكوره بسيطه جدا مسؤوله عن شعر بسيط جدا فيهم، لكن في ستات بتبقى مشعره بالزياده. تكيسات الموبايل بقى بيزود بقى الشعر جامد. مرتبط، هي متلازمه، حاله بتخش فيها السيده شهر 2 3 وبترجع ثاني تنتظم. ده بيعتمد على النفسيه، بيعتمد على الاكل، بيعتمد على متابعتها معانا واخد العلاج المظبوط بسرعه وبدري. طب ده بالنسبه بقى للعلاج اللي هو حبوب بقى ورياضه والكلام ده كله، بالنسبه بقى للعلاج اللي هو التدخل الجراحي ده بيكون ليه اضرار؟ لا، هو اللي بيحتاجوا علاج لتكيسات الموبايل غالبا هم بيكونوا المتزوجات اللي هم عندهم صعوبه في الحمل بسبب تكيسات الموبايل وبسبب تاخر الانجاب. بنبدا معاهم خطه علاجيه، الخطه العلاجيه دي بتبقى خطه دوائيه بننتظم فيها 3 ل 6 شهور، استجابت السيده واغلب الحالات بتستجيب بيبقى تمام. في حالات اصعب لا، لازم نعمل لهم منظار جراحي. المنظار طبعا مميزاته كتيره جدا، هو اخطره بسيطه، خطوره العمليه كاي عمليه جراحيه، خطوره التخدير، خطوره الاقامه والى اخره، لكن المنظار مميزاته ان هي بتقعد بعد العمليه 3 4 ساعات وتروح البيت، على عكس العمليات الجراحيه الكبيره. كنا عايزين نسال حضرتك، هل تكيس الموبايل بيأثر على الانجاب بس ولا بيأثر على الصحه بشكل عام؟ لا، بيأثر على الصحه بشكل عام، بيأثر على مقاومه الانسولين، بيأثر على الوزن، بيأثر على التمثيل الغذائي، بتبقى الست دي عرضه ان يجي لها سكر لا قدر الله. كمان التكيسات بتأثر على الخلل الهرموني زي ما احنا قلنا، هرمونات الذكوره بتزيد، بتبقى عندها مشعره بزياده، حياتها الطبيعيه مش قادره تمشي بشكل كويس. طبعا جدا. طب يا دكتور في اكل بقى بيساعد التكيسات الموبايل انها تتنشط اصلا؟ يعني في اكل يعني في حاجات الاكل بيساعدها؟ تمام. تكيسات الموبايل الاساس فيها حاجه اسمها مقاومه الانسولين، يعني الانسولين بتاع الجسم مش قادر يدخل الجلوكوز الخلايا، فبيحصل مقاومه للجزئيه دي، فهي لما تكتر لي من السكريات، تكتر لي من الحلويات، تكتر لي من النشويات، هي بتزود لي الجلوكوز اللي موجود في الدم، ومقاومه الانسولين موجوده، هو مش قادر يتعامل مع الجلوكوز ده بشكل سليم. فالسكريات والحلويات ممنوعه على السيدات دي او نقلل منها على قد ما نقدر.
طب كنا عايزين نخش في طرق العلاج، هل طرق العلاج ممكن تبقى بألم خصوبه او بالدوائي، ولا ممكن في حالات يبقى يستدعي التدخل الجراحي؟ هو العلاج بيبقى حسب الشكوى، يعني احنا مثلا عندنا انسه صغيره في السن عندها مشكله من التكيسات ان هي عندها تاخر في الدوره، بنظبط لها الدوره، هي شكوتها عدم انتظام الدوره، فبتجي لنا العياده بنكشف عليها، بنعمل لها التحاليل المطلوبه، بنشخص ان في تكيسات للمبايض، ومشاكلها الاساسيه هي تنظيم الدوره، فبنبتدي نعالج المشكله اللي هي جايه بيها. على عكس واحده متزوجه هي مشكلتها مش الدوره، لا هي مشكلتها ممكن تكون الدوره منتظمه او بتقدم بتاخر صح. حاجات بسيطه، لكن مشكلتها الاساسيه بتبقى مثلا شعر زايد في جسمها، عايزين نظبط لها النقطه دي، بنديها علاجات تساعد على انقاص وتقليل الشعر اللي موجود في الجسم. في سيده تانية بقى بتجينا متزوجه بقى لها 3 4 سنين وبتتابع، وراها لفت على دكاتره كتير، وراحت يمين وراحت شمال، وفي الاخر خالص وعملت كل التحاليل المطلوبه، واتضح في الاخر ان عندها تكيسات، والتكيسات مأثرة على المبيض بشكل مباشر ومخليه التبويض ضعيف ومش قادره تحمل، دي لها خطه علاج تتناسب مع الشكوى بتاعتها، تاخد منشطات وده بيعتمد على مخزون المبيض بتاعها، بتعمل عمليه معانا اسمها منظار رحمي لازاله التكيسات، في حالات صعبه ودي قليله جدا جدا جدا، دي بتحتاج للاسف الحقن المجهري ودي نسبه قليله جدا. طب يا دكتور بالنسبه بقى للتنشيطات اللي بتاخدها الست وهي عندها تكيسات مبايض، ده بيفيدها ولا بيضرها؟ هو في غلطه كتيره بتحصل ان الستات مجرد ما بتاخر في الحمل شهر 2 3 بتبتدي تتجه للدكاتره وبتروح وكل دكتور يكتب لها منشط، المنشط ما يستجابش، تديها اقراص اكبر شويه اكتر شويه. هو اصلا مفعولاً. في منشطات يا دكتور معلش، في منشطات بتبقى بتقلل اكتر وفي منشطات بتزود اكتر، ولا كله نفس الافكت؟ لا او على حسب الحالة. لا على حسب الجرعات وعلى حسب نوعية العلاج، العلاج ده بيشتغل على ايه في التنشيط تحديدا. طيب احنا عندنا منشطات بسيطة، منشطات اقوى، منشطات اقوى واقوى. في ستات بتاخد الحاجات دي من نفسها في الصيدلية، ده صعب جدا يعني بنسمعه وبنشوفه. وفي ستات بتروح لدكاترة بتاخد منشطات، وفي ستات بتاخد منشط شهر واثنين وثلاثة وسنة، طبعا المنشطات بدون تحاليل ما تنفعش. طب غلط. ايه فوائد حقن التنشيط؟ فوائدها ان هي تسرع لها الحمل، لكن هي مضره برضو، لو احنا عندنا سيده عندها مخزون المبيض ضعيف جدا واتخذت منشطات، لا هي بتتضر مش بتستفاد، يبقى احنا بندي المنشطات عشان نسهل موضوع الخلفه موضوع الحمل ونحسن التبويض بناء على تحليل اسمه مخزون المبيض وعلى حاله السيده من وزنها، نحافه، سمنه، عن صحيح. تنظيم هرموناتها، عن متابعه التبويض اللي هو بالجهاز الاشعه المهبليه اللي احنا بنقدر نحدد منه التبويض ده اذا كان جيد او ضعيف او محتاجين التنشيط يبقى مقداره قد ايه. طب يا دكتور بقى نيجي للحقن المجهري، بالنسبه بقى لنسب الحقن المجهري بتتاثر برضو بالسمنه ولا ملهاش علاقه؟ طبعا السيده المثاليه الوزن المثالي هو ده انسب وزن للحمل وانسب وزن للتبويض وانسب وزن تقدر تمارس بيه حياتها الطبيعيه. ستات النحاف قوي وستات التخان قوي عندهم مشاكل متتعلق بصحتهم وصحه الجنين بتاعهم لما يحملوا، يعني ست ضعيفه جدا في الوزن، يعني ستات بتبقى حاجه و30 كيلو بتحمل، يعني صعب جدا، وستات 140 كيلو بيحملوا، كل ده بيبقى حمل على الدوره الدمويه، حمل على القلب، حمل على الاعضاء بتاع الجسم كلها. كمان تبقى عرضه اكتر ان يجي لها سكر، يجي لها مشاكل غده درقيه، عرضه ان يجي لها مشاكل في الدوره الدمويه زي الضغط العالي، عرضه ان يجي لها التهابات، افرازات، مشاكل كتيره. يعني السيده اللي وزنها تقيل ده صعب جدا في الحمل، واحنا بنحاول ننقص الوزن قبل الحمل. طب يا دكتور ايه بقى النصائح اللي حضرتك تحب تديها لنا عشان الحمل يبقى بطريقه اسرع شويه؟ وفي سيدات بقى بنات لسه هيتجوزوا ان شاء الله بيبقوا عايزين يحملوا بسرعه، فاحنا بننصح البنات دول يظبطوا وزنهم يبقى في الوزن المثالي او قريب منه، ما يبقاش نحاف قوي ما يبقاش تخان قوي. تاني حاجه بنمشيهم على حاجه اسمها حمض الفوليك، حمض الفوليك ده بنمشي عليه قبل الجواز بشهر او 2 او 3. كمان السيدات التخان بتحتاج تمشي على حمض الفوليك باعلى جرعه لمده 3 شهور قبل الحمل، قبل الجواز، عشان نسرع موضوع الحمل وان هي تحمل بسرعه جدا. طب كنا عايزين نسال حضرتك، تكيس المبايض يمكن يبقى بشكل وراثي عشان زادت الاقاويل، فكنا عايزين نوضح للساده المشاهدين ده صح ولا غلط؟ هو في ستات كتير جدا بتبقى فاق شك ان عندهم تكيسات مبايض، تقريبا 100% من الستات، بس هو النسبه تقريبا 10% من البنات والسيدات اللي احنا بنشوفهم دول عندهم بس تكيسات. بس ما بتاثرش بقى. بس لا على حسب درجتها بقى بتاثر او ما تاثرش، لكن احنا عايزين نطمن الناس ان هو 10% بس يا جماعه اللي عندهم تكيسات، مش اي واحده الدوره اتاخر عندها تكيسات، لا. طب كده اتكلمنا على السمنه، كنا عايزين نخش على النحافه، هل النحافه بتاثر على الصحه الانجابيه؟ ايوه طبعا، الوزن القليل بيأثر على كميه الدم بتاع الدوره، بيأثر على خروج البويضات، بيأثر على صحه السيده بشكل عام من ناحيه ان هي تخلف ومن ناحيه ان هي اثناء الحمل كمان، والخطوه الاخيره اثناء الولاده، يعني هي صحيا ضعيفه ولا صحيا شديده ولا صحيا.
دكتور حضرتك من شويه قلت ان اصلا قبل الجواز بثلاث شهور المفروض الست كمان او البنت تتابع مع الدكتور، واصلا في الارياف ما فيش بنت تتابع مع دكتور نسا وتوليد قبل الجواز، عشان مثلا بعد كده تقص ده يفيدها اكتر في الحمل وكل الحاجات دي، يقول لك لا يعني ايه بنت لسه ما اتجوزتش تروح لدكتور نسا. هو احنا بس عايزين نوجه رساله للناس اللي موجوده والسيدات اللي بتسمعنا والامهات احنا ما عندناش مشكله ان البنات تيجي تتابع في عياده النساء عادي خالص، طالما في مشكله واضحه قدامك، سواء بقى تاخر بلوغ، تاخر دورة شهرية، زيادة دورة شهرية، مشاكل في الشعر بتاع الجسم البنت. لا انت تابعي، انت مستنيه لما تتجوزي عشان تعرفي السبب، تعرفي السبب هو السبب تلحقيه من بدري كمان. مظبوط. العلاج السريع بدري وهي انسة بيسرع معانا الدنيا وبيسهل لنا خطوات العلاج، وبتحمل بشكل اسرع وبتبقى حياتها فيما بعد بتبقى سليمه، مش تتجوز وتقعد تتابع بعد الجواز سنه واثنين عشان يحصل حمله او عشان تنظم حتى بس الهرمونات. طب دكتور معانا بقى اخر حاجه، ايه مميزات العلاج الجراحي للتكيسات الموبايل؟ والله الحالات اللي ما بتستجبش للعلاج الدوائي بالنسبه لتكيسات الموبايل فالمنظار هو الحل المثالي ليهم. المنظار اغلب الحالات بتحمل بعد المنظار. المنظار بيبقى اخرام صغننه جدا في البطن، عمليه صغيره جدا بسيطه ما فيهاش اي مشاكل، بيحصل ان احنا بنخش بالكاميرا وبنخش بالالات بتاعتنا نشيل جزء من التكيسات اللي موجوده على المبيض، وبعدها بنلاقي تحسن رهيب في انتظام الدوره، تحسن رهيب في التبويض، وبيحصل حمل بشكل سريع جدا. فالمنظار هو له فوائد كتيره جدا للناس اللي عندهم تكيسات موبايل ومش بيستجيبوا للعلاج الدوائي. طب بالنسبه بقى للتجهيزات والفحوصات بتبقى ايه هي؟ التجهيزات اللي بنطلبها للمنظار ان احنا بنعمل تحاليل مهمه جدا، اهمهم هو مخزون المبيض اللي اقدر احدد من خلاله انا داخل منظار استكشافي بس ولا داخل منظار اعمل فيه اصلاح للتكيسات. كمان لو عندي التصاقات في الموبايل في الانابيب بنحاول نسلكها عشان نسرع فرصة الحمل. طيب احنا دلوقتي عالجنا تكيسات الموبايل، هل بعد كده ممكن بعد ما الست تحمل تيجي لها تكيسات موبايل مره ثانيه ولا هي بتتعالج مره واحده وما بتجيش تاني؟ لا، هي حاله بتخش فيها السيده، يعني هو تكيسات الموبايل مش مرض، مش برد بناخد علاج بيروح، هي حاله بتخش فيها كسل. الكسل ده بيجي بمقاومه الانسولين، بالسكريات اللي بناكلها كتير، باكل الشارع، بالسمنه، بالوزن، بالنفسيه، كل دول بيدخلوها في الحاله دي، تقعد فيها بقى شهرين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، تبتدي تنتظم الدوره، تبتدي بقى هي ايه تخف، طيب ترجع تاني تعك تاني، حاله نفسيه وحشه، تاكل كتير، تركز مثلا على السكريات، اكل الشارع، يعني حاجه بتروح تخش في الحاله. هي حاله بتخش فيها وتطلع منها. فاحنا عشان كده بننصح السيدات ان هم يظبطوا وزنهم زي اي مرض لازم نحافظ عليه، لان هو له عامل جيني، يعني هي مولوده معده مسبقا ان عندها الجين اللي مسؤول عن تكيسات الموبايل. ينشط امتى؟ في سن معين. ينشط بايه؟ باكل معين، بعادات معينه، احنا بنحاول نقللها على قد ما نقدر ونخرج من الحاله بتاعت التكيسات. يعني هو كده مش وراثي خالص، في عامل وراثي وفي عامل مساعد بينشطه. ما هي مش اي واحده بتاكل بيجي لها تكيسات، مش اي واحده تخين عندها تكيسات، ما هي دي النقطه اللي احنا عايزين نوضحها النهارده. كمان مش كل الاكل، كمان يعني مش كل كميه الاكل، ما في حد ممكن ياكل كل حاجه بس كميات قليله وبنسب معقوله، فده ما يضرهوش. احنا بنتكلم بالاساس على الحالات اللي احنا شخصنا اوريدي ان عندهم تكيسات موبايل. دول بيقدروا يخرجوا من حاله التكيسات بالنظام اللي احنا قايلينه ده، بنظام اللي هو العادات وتصحيح العادات والاكل الصحي. النظام الثاني ان هو ان احنا نعمل رياضة. نلعب جيم وهكذا، ونحاول ننقص الوزن ونقلل مقاومه الانسولين. في حالات ما بتستجبش للجزئيه دي، الناس اللي عندهم تكيسات موبايل بيستجيبوا للجزء اللي احنا قلنا ده. في حالات بقى بتحتاج علاج دوائي، في حالات ثانيه اصعب شويه بتحتاج منظار، في حالات اصعب شويه بتحتاج حقن مجهري، في حالات ثانيه تقول لك انا مش هقدر العب رياضه، انا خلاص عالجني على طول بالمنظار. في بعد وزن معين بنحسب حاجه اسمها معدل الكتله بتاع الجسم. بعد وزن معين هو احنا مش بنحاول معاها رجيم ومش بنحاول لازم منظار على طول. بنعمل منظار وكمان بننصحها تتجه لدكتور التجميل عشان يعمل لها عمليه تكميم او عمليه هي وزنها معدي، وزنها كبير جدا، كبير. ومعدل الكتله بتاعها عالي جدا، فخلاص احنا مش هنضيع معاها وقت، لان هي على ما تنقص مثلا 30 40 كيلو هتنقصهم في يوم وليله، فاحنا بنحاول نساعدها بالايه بعمليات التجميل اللي هي عمليات التكميم مع دكاتره التجميل طبعا. طيب يا دكتور بقى بالنسبه لامراض الرحم، امراض الرحم، الرحم طبعا بيبقى فيه مشاكل كتيره جدا وما بتكتشفش غير بعد الجواز للاسف، يعني احنا عندنا مشاكل كتير جدا. ده بقى ملوش متابعه بقى قبل الجواز ولا اي حاجه خالص؟ لا، بس له اعراض، يعني مثلا الدوره بتيجي كميه رهيبه، الدوره ما بتجيش، يعني في بنات الدوره ما بتجيلهمش مثلا لحد 20 سنه وامهاتهم ساكته. طب انتوا ساكتين ليه؟ مش يمكن الست دي ما عندهاش رحم؟ مولوده بعيب خلقي، مش فيش رحم أصلاً؟ مش موجود؟ هنعرفه ازاي؟ بالسونار. طب هي ما كشفتش وهي بنت، ما بتكشفش غير بعد ما تتجوز. طب انت شفتي قد ايه ضيعتي من عمرها؟
دكتور، طب والمولوده من غير رحم ده بيبقى لا علاجها ايه؟ دي بيبقى لها علاج اصلا؟ ملهاش علاج، لا ملهاش هي علاج. خلاص هي مولوده عيب خلقي، ما فيهاش ما فيش ايد، ما فيش رحم، هي عيب خلقي نادر الحمد لله، ولكن هو خلاص يعني ربنا قدر. في ستات بيبقى عندهم حاجز رحمي، حاجز رحمي بتحمل تسقط تحمل تسقط تحمل تسقط. الحاجز الرحمي طبعا لو اكتشفناه بدري بنبقى عارفين، نيجي بعد الجواز مباشره بنبتدي نعمل المنظار ونشيل الحاجز الرحمي ونديها فرصه للحمل بسرعه، بدل ما تقعد سنه واثنين وثلاثه لحد ما تكتشف الموضوع ده. في ستات بيبقى عندهم لحميات في الرحم، في ستات بيبقى عندهم اورام ليفيه في الرحم، الحاجات دي كلها للاسف ما بتكتشفش غير متاخر، لان الناس ما عندهمش ثقافه ان هم يتابعوا قبل الجواز، يفحصوا نفسهم، يعملوا هرمونات، يعملوا تحاليل، يروحوا لدكتور النساء زياره. فرصتي في الحمل قد ايه؟ ما هي دي لازم تبقى عارفاها. فرصتي في الاجنه اللي جايه هتبقى شكلها ايه؟ هل الاجنه دي هتبقى سليمه 100% كنسبه وتناسب؟ طبعا ربنا اكيد اكيد سبحانه وتعالى يكون، بس كنسبه وتناسب وكاستخدام للعلم وكاستفاده قصوى من العلم ان احنا نقدر نعرف فرصه الاجنه المشوهه، فرصه الاجنه الكويسه، فرصه في جوازات ممكن ما نبداهاش اصلا عندنا مشاكل في الزوج، عندنا مشاكل في الزوجه، عندنا مشاكل في العيله كلها، عندنا مشاكل في العيله الثانيه، فما ينفعش ندخل في مشاكل وبعد كده يبقى في طلاق. فاحنا بنعمل كمان تحليل جينات وبنحدد نسبه الاطفال المشوهه، نسبه كبيره جدا 90%. طب انتوا ليه تحكموا على جنين؟ فاهمين؟ طب دكتور بقى تحب توجه ايه بقى نصيحه للناس او الامهات اللي بتقول لبناتها انت لسه ما اتجوزتيش، ما ينفعش تروح لدكتور نسا، مع ان ممكن يبقى عندها شعر زايد بقى، عندها البيريود برده لسه، عندها وصلت 20 سنه والبيريود ما جاتش، في حاجات كتير ظاهره عليها، بس تقول لها لما تتجوزي بروح للدكتور زي ما انا نصيحتي للامهات، لان البنات دول صغيرين ما يعرفوش حاجه. الامهات لو بنتك تاخرت الدوره عندها، يعني المفروض الدوره تيجي بعد علامات البلوغ السنويه. علامات البلوغ السنويه ده شعر وصوت وثدي وكده. علامات البلوغ السنويه ظهرت عند سن 10 12 14 ايا كان الوقت اللي ظهرت فيه سنه، بعدها بسنه لازم تنزل متابعة الدوره مع الطبيب. علامات البلوغ الاساسيه بقى تمام. اللي هي الدوره الشهريه تمام. طيب ما نزلتش بعد سنه، نستنى سنه كمان سنتين؟ طب ما نزلتش، لا انا لازم اتوجه لدكتور النساء والتوليد. طب الدوره نزلت وانتظمت وعلامات البلوغ الاوليه والثانويه كله ظهر والدنيا كويسه، الدوره لازم تبقى منتظمه. بنتك لازم يبقى عندها الحياه السليمه الطبيعيه لكونها بنت. الدوره بتنزل شهر بشهر، ودوره ما بتغيبش مثلا شهرين وثلاثه، دوره ما بتجيش كل اسبوعين، ما بتخشش منك في نزيف، ما بتحصلش معاها انيميا، ما بيحصلش معاها مضاعفات للتركيز والدوخه والكلام ده كله. شكرا حضرتك نورتنا النهارده، وكده تكون انتهت فقرتنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان هنروح فاصل ونرجع لكم بفقره جديده من فقرات برنامج شباب بلدنا مع زملائي احمد اسامه واحمد جمال في ضيافاتهم مع كابتن محمد يوسف في فقره ملعب شباب بلدنا. شكرا.